السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم طريقة فتح حساب بنك من الهاتف، يعني من التليفون، بدون ما تروح على البنك وبدون ما تحط مصاري وببلاش. هلا رح نشوف الطريقة، تسجيل على حساب بنك وبيوصل الكرت لعندكم على البيت، وين ما كنت تكون بتركيا وبأي ولاية تكون، ما في أي مشكلة. وهذا حساب البنك هذا ما بيأثر لا على الهلال الأحمر، وفيك تاخد وتسحب مصاري ايمت ما بدك، وفيك تحول مصاري، وفيك تتسوق بالكرت من الماركتات واي ماركت، بالبيم، الايوزبير، التشوك ماركت، اي ماركت في تركيا فيك تدفع عن طريق الكرت. أصدقائي، قبل ما نبلش، إذا كنت أول مرة بتشوف الفيديو تنزل تعملنا اشتراك بالقناة ولايك للفيديو. تعالوا معي لنسجل سوا على الكرت. نعم أصدقائي، أنا حاط اللغة العربية مشان الناس اللي ما بتعرف اللغة التركية، راح نحطه ونقلبه على العربي مرة تانية. هلا ندخل على مستطيل الأزرق قدم الآن، وراح اترك الرابط للموقع لفتح الحساب تحت بصندوق الوصف. واول تعليق من سبب هنيك بتفيكم تفوتوا على التسجيل. نعم اصدقائي، هلا فتح الحساب، هلا من هون في له كرتين، نحن بنختار الكرت الثاني، طلب البطاقه الماديه، ننزل لتحت، هون بنكتب الرقم التجي، رقم الكملك اللي ببلش ب 99، او رقم الضريبي، الرقم الضريبي اللي رقم الورقي دايرسه، وهون بتسجل اسمك واللقب الخاص فيك الكنيه، وبتحط هون رقم التليفون، وتحت على البريد الالكتروني بتحط البريد الالكتروني الجيميل، واختار مدينه، اي مدينه بتختارها ما في مشكله، وحدد المنطقه، ما في عندك اي مشكله حدد وين ما بدك، بس العنوان الكامل الخاص بك هون بدك تحط عنوانك بالتفصيل، العنوان الصح، لانه بدهم يبعثوا لك الكرت يا بالبي تي تي يا بالكارغو. هلا هيك بنكون خلصنا، ما تقريبا رح نخلص على التسجيل على معلومات الدفع. هلا هون بيتطلب منك فقط 6 ليرات، بس لفرجيكم هون تكلفة الشحن 6 ليرات، هون بتحط المعلومات، البطاقة اللي بدك تدفع 6 ليرات، رقم البطاقة، بتحط اسم واللقب، بتحط هون مثلا المعلومات تبع المحطوطة بالبطاقة، اليوم الشهر والسنة ايمت بينتهي، والسي في في هذا المكتوب بيكون 3 أرقام اللي ورا البطاقة، ورقم التيجي، عفوا رقم الهاتف لصاحب البطاقة. بننزل لتحت هيك أخواتي، بنحط هون على المستطيل الأزرق نعم، بنحدد الخيارات إنه موافقين، وآخر شي نجي نكتب هون عفوا نضغط هون ودمى يب و تمام لا، يعني هون بانتهاء الطلب، نضغط عليها بنكون هيك خلصنا من التسجيل، وبتجيك بعد 3 أيام 4 أيام عن طريق الكارغو أو البي تي تي لعندك على عنوان البيت، على الأدرس اللي سجلته أنت. هيك بنكون انتهينا من فتح الحساب. شكرا لكم أصدقائي، نرجع مرة تانية، أصدقائي اللي بيشوف الفيديو أول مرة يعملنا لايك للفيديو واشتراك بالقناة ويفعل زر الجرس مشان يوصل له كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.